نقدم مجموعه من التمارين تتناسب مع شهر رمضان المبارك اعده الله علينا وعليكم بالخير والسعاده يا رب. التمارين اللي هنقوم بيها النهارده هي نقدر نقوم بيها في وقت قصير قوي بعد الفطار، بس بنصح دايما الناس يكون بعد الفطار من ساعه مش اقل من ساعه ونص علشان يكون بدات مرحله الهضم تشتغل، ما يكونش المعده ممتلئه بالطعام ما نقدرش نأدي التمارين ونحس بالكسل اثناء التمرين. Download.